السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. دراري اليوم فيديو حماق حماق ديال بصح. فينا ديانا؟ لاباس كلشي مزيان. انا وديانا ان شاء الله باذن الله اليوم دايرين واحد التحدي، غنطيبوا واحد الاكله اللي هربانه بزاف الدراري. وجينا لهاد الغابه اللي ديما كنرتاح في هاد الغابه، وكنجي كنتكالما كنبعد على الضجيج، نبعد على كحراس، كنجيو كنرتاح هنايا الدراري، كندوز وقيته زوينه ياك ديانا. ريحي وريحي. المهم انا وديانا ان شاء الله باذن الله غادي نطيبوا هاد القرعه الدراري، غنطيبوا شي حاجه اللي هربانه بزاف، وهذه شبعانه بروتين الدراري، شبعانه بروتين. ما نطولش عليكم، تبع معايا الطريقه من الاول حتى الاخر كيفاش غادي نطيبوا هاد القرعه وباش غادي نعمروا هاد القرعه. هاد القرعه ان شاء الله غادي نعمروها مزيان الدراري بالكارب. ولا كنتي انت اول مره كتشوفنا، ما تنساش سبسكرايب لايك وخلي شي كومونتير وبارطاجي مع صحابك، ولا تسقاو ونمشيو للمغامره ديالنا. ديانا وهنينا الله الا دايره لي الطياره. شو الدراري باغا تلعب؟ ماشي وقت اللعب دابا، خصنا نصاوبوا الغدا ديالنا. اول حاجه عندنا هي خاصنا نبنيو واحد الفرينه هنايا باش نشعلوا العافيه. نطيب الروز وغادي نطيب الدجاج. المهم غتشوفوا داكشي كامل من الاول حتى الاخر الدراري. دابا عندنا الاساس هو اننا خاصنا ندوروا الحجر، لحقاش الغابه فيها الورق، ونخافوا الله يحفظ تقدر تطير شي شراره وتشعل لنا العافيه في الغابه. لذلك خاصنا نتجنبوا ضروري الدراري، ندوروا الحجر ديالنا مزيان باش العافيه ما تمشيش لينا في الغابه، وضروري الدراري هاد. بسم الله. والحاجه اللي ضروري يا خوتي، خاصنا ضروري نحضروا كميه ديال الحطب باش ما يخصناش الحطب. مثلا هذا الجدر هذا غير لقيته مليوح هنايا وميت وكارم، ما تستعملوش العواد الخضرين، ديما استعملوا العود اللي طيح اللي مرمي في الارض باش نحاولوا نقيو الغابه، فهمتوا؟ مثلا هذا غير مليوح لقيته هنايا وزيتو، غادي هذا هو اللي غيشعل لي دابا العافيه وغيوجد لي الاكله ديالي. ضروري خاصنا نحافظوا على النظافه ديال الغابه. الزبل ديالكم يتجمع، اي حاجه تجمع وعلى بركه الله نوجدوا الحطب. الله، دابا اهم حاجه درناها هي جمعنا العود. العود صعيب بزاف بانك تجمعو وتقردو، صعيب بزاف صراحه، ولكن هذه هي المتعه ديال انك تخرج ودير هاد لي زاكتيفيتي كاملين وتخرج شي حاجه اللي ناضيه ان شاء الله باذن الله. غتشوفوها معايا، غنخرجو غدا واعر بزاف وشبعان بروتين. بسم الله. ديانا الخوت راه ربطته هنايا على حساب باش ما تبقاش تلحس ليا في القرعه، وداك الشيء راك عارفين كي كدير، هي كتبقى تتعلق في فاش ما كان كتعلق. نبداو دابا على بركه الله، خاصني نشعل العافيه هي الاولى. بسم الله.
ديما ملي تبغي تشعلوا العافيه العويدات الرقاق هما الاولين عاد شعلوا العافيه. وهذا اللحاء ديال الشجر راه كيشعل فيه العافيه بزاف، دغيا كتشد فيه العافيه حتى هو استعملوه خصها يكون كارم. عاد ديروا العواد من الفوق الغلاد. تقريبا دابا العافيه وجدناها، دابا غيبقى لينا المرحله ديال الطياب شنو غادي نطيبو. عارفكم ما فهمتو والو، ولكن غير تبعوا معايا من الاول حتى الاخر وغادي تفهموا البلان. عندنا خصنا نطيبو الروز. بسم الله. عندنا هنايا 5 درهم ديال الروز نطيبه هنا، الروز كلاصي. غنديروا شويه ديال الماء هنايا باش يطيب فيه. غنديروا واحد شويه الملح هنا صافي. ها الروز ديالنا واجد. عندنا واحد شويه ديال الدجاج، وعندنا بصيله نقيوا هاد البصيله. هادشي ديال التنقيه ديال الخضره ماشي مشكل انكم تلوحوها في الغابه، ماشي مشكل، هادشي كيتحلل. ما تلوحوش غير البلاستيك، اما هاد البقايا ديال الخضره ماشي مشكل، هذا كيتسمى سماد عضوي. واش كاينه ولا ما كايناش، اللي متفق معايا خلي الراي ديالو في كومونتير. دابا غنقربوا هاد البصله هادي مرصوات. نديرهم مع الدجاج. حتى كنحصلوا على هذه العيبه هذه بحال هكا، كنديروا واحد شويه ديال العطريه مخلطه ديال الدجاج. وهادشي كنميلونجيه واحد شوي. تقريبا كندير واحد شويه ديال زيت العود. دابا هادشي غادي نحطو هذا يطيب والروز ديالنا يطيب. بسم الله. واحد الحراره هنا الدراري. بسم الله. نحطوها بحال هكا، هادي حتى هي نحطها بحال هكا، خلا تشحر على خاطر خاطره. دير واحد شويه ديال الماء على حساب ما جبتش الزيت بزاف، ما بغيتش ندير الزيت، والزيت اصلا غالي، راه كاين واحد الغلا في السوق، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش، ما يمكنش. كلشي تزاد الخوت، كلشي تزاد. حنا ماشي مشكل حتى يتزاد كلشي ونتوجهوا للطبيعه، ما عندناش مشكل. فرخ اللي كان بطا كما كانت ديال الله سبحانه وتعالى نقصيوها. هاد الطريقه هادي ناضيه الدراري بالنسبه للناس اللي كيترينيو، يديروا هاد الطريقه خطيره ديال بصح، ويديروها في الغابه بالخصوص. في الغابه، الغابه راه كيطلع داكشي بنين. صافي نخلو هادشي يتشحر مزيان. الدجاج ديالنا هو طاب، الله يجعل البركه. دابا بقى لينا غير الروز يطيب، راه جاي كيطيب. واخيرا الروز ديالنا هو طاب بعد معاناه. يا بسم الله، ناري وتقلب ليا الدراري، ناري اطلع اكبر شمس العشيه، ناري ناري ناري. عاد بلا مشطراجم، عاد بلا مشطراجم، ناري وتقلب، ناري وتقلب. الله اكبر، الله اكبر. الله، الحمد لله، تمت العمليه بنجاح. تقريبا الخوت دابا وجدنا الدجاج ديالنا ووجدنا الروز ديالنا. غنديروا الروز هنا مع الدجاج محدو باقي سخون صافي. وعندنا هنايا شويه ديال العنب، المشماش. يا ربي هاد المشماش الدراري، هاد الكميه ربعه المشماشات بالست درهم. هاد المشماشات بالست درهم الخوت. شوف اللحوم هنايا، وعندنا هنايا تقريبا واحد جدراهم ديال الزبيب.
هاي الخوت اللوحو حتى هي هنا بحال هكا. ها نتوما شي ناضي دابا كتشوفوا هادشي بحال خيلوطه، ولكن راه كيطلع داكشي واعر ان شاء الله. ميلونجيو كلشي بحال هكا. دابا غادي نجيبوا حبيبه الجماهير اللي هي هذه، وكتسائلوا كيفاش غادي ندير ليها. اول حاجه غنشدوها غنطبعوها من هنا، بسم الله بحال هكا، وشويه بحال هكا كيبان لي غيطيح بحال هكا. كنحيدوا لهاد الغطا ديالها. الله بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ها وهادي قرعه 5 5، شو كيدير اللهم بارك. صح دابا كنخويوها هاد الزريعه كامله كنحيدوها ليها بحال هكا. كنخويوها من الزريعه مزيان. تقريبا كيف تشوفوا راه دابا راه خوات مزيان، مازال غادي نيطواييها ونغسلها. هاد الغطايه حتى هي نحيدو من هاد الزريعه صافي. وكنسدوها بحال هكا وغنعمرو هاد الحشوه هنايا، غنخشوها هنا هاكا بشويه بحال هكا. الدجاج والروز نعمروه مزيان بحال هكا. وما تنساوش خلوا لي الراي ديالكم كيفاش جاتكم الفكره والطريقه، واش ناضيه ولا ما ناضياش. مازال غادي نزيد نطيب هذه، راه ما غناكلهاش بحال هكا. ها هي الاكله ديالنا عمرات، ونسدو عليها بحال هكا بحال هكا. دابا الخوت نحتاجو الومنيوم اللي هو هذا، غنلويو على الومنيوم بحال هكا. غتجي بحال الكره الذهبيه بحال هكا بسم الله. نكوروها صافي الخوت تقريبا هي هذه. دابا غنشد هاد المقله هذه، دابا غادي نوريكم كيفاش نطيبوها. غنحفروا ليها مزيان هنايا تقريبا بحال هكا. واحد الحراره هنا راه ما يمكنش. ونحط الوليمه ديالنا هنا، ندور على دابا العافيه بحال هكا. دابا كندور على عويدات بحال هكا ونشعلوا العافيه باش طيب. اجي داكشي بحال الفرانه الخوت. غنديروا واحد الكيكه ديال اتاي، غنديرها غير هنايا لحقاش نقع عندي غير هذا الماء هذا. نديروا شويه ديال اتاي بحال هكا، غنديروا هاد السكره هادي نديرها هنا. تقريبا دابا خليتها شي ساعتين الدراري بحال هكاك، ناري اليد كتحرق، ناري جات حتى الاخر وكتحرق اليد صافي. دابا تقريبا نحيدها، الله يجعل البركه، غتكون طابت صافي بارك عليها. ما عرفت كيكون الشكل ديالها، ولكن غنكتشفوا هادشي كاملين ان شاء الله. يا بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حيدوا على هذا الكاغط هذا. الله يا للروعه يا للروعه، شنو هذا؟ تبارك الرحمن الله اكبر. شوف الخوت كي ولات، تبارك الرحمن الله اكبر. طاب هذا الشيء على حقه وطريقه الخوت. ها انتم كيف كتشوفوا، بسم الله بسم الله الله اكبر، بسم الله بسم الله الله. هانا الله هادشي كيشهي. ها نتوما ها نتوما ها نتوما ها نتوما القرعه كي دايره، بسم الله. يا للروعه، شنو هذا؟ نقسموها بحال هكا بسم الله
بحال هكا تطبع شي سويله وليمه. هي وليمه والله حتى وليمه. غير غيطيح داكشي واقيلا. انا الخوت اللهم بارك. انا شي القرعه كي دايره. تبارك الله تبارك الله. انا على الدجاج. اللهم بارك اللهم بارك. انا بسم الله. تبارك الله على مذاق الخوت. الحمد لله على النعمة ديال الله. ما يمكنش الخوت على مذاق كيدير. ما يمكنش ما يمكنش. هانتوما شوف. يا سلام هذاك شي واعر. وهنا ثاني هون هادشي بنين لواحد الدرجة ما تصوروش. ها هانا اللي كنت توحمت سمح لي يوصل. ترى هاد القرعه ما كنتش كنحملها ولا عزيزه عليا دابا مني درتها بحكا. بنت القرعه مطلوقه في الراوز وفي الدجاج. ش 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 ترى شوميش. انا هاكلي شويه دجاج شويه ديال هذا المشماش والعنب. انا اللهم بارك. يا سلام. شويه ديال القرعه تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام. شو الالوان كي دايره تلاصق هادشي. اللهم بارك الخوت. اللهم بارك اللهم بارك. وضروري الخوت خاصني ندوق ديانا. يا بسم الله نعطيها قريعه ديالها. ها هي ترى القرعه طابتها. ونجي مقصره فيا الهيمري ديال بصح اي تيبر ديال يلا شنو نوض هاي تقسي لها مع راسها. صراحة الخوت دقهم دقهم ديال بصح يحقاش السكسير. ما كرهتش شي واحد يدوز من حدايا من هنا، ولكن هاد البلاصة اللي مريح فيها ما كاين فيها حتى واحد صح. والو لا طير يطير ولا بشر يسير. وهاد الشي راه بنين 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 بزاف. المهم الدراري يكون سالي الفيديو ديالنا هنا. الى عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب لايك وخلي شي كومونتير وبارطاجي مع صحابك. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ومغامره جديده وتجربه جديده ان شاء الله باذن الله. تحياتي.